طبعا في حاجه نادره عندنا في مصر اسمها حقوق انسان. يا راجل. والله على اعتبار ان في انسان يعني. انت هتكلمي عن حقوق الانسان دلوقتي واحنا لسه متكلمين عن جميمه وضرب النار، الجيش بيضرب نار على المواطنين اللي قاعدين في ارضهم. ما هو للاسف احنا عارفين حقوق في مصر بس مش عارفين ان ايه انسان. فالمشكله مش في الحقوق، المشكله في الانسان نفسه. هل هناك هذا النظام يعتبر ان فيه انسان ولو حقوق؟ ما اعتقدش، لان دلوقتي هنشوف دلوقتي بالادله والاثباتات حضراتكم، لا احنا خلاص كده ما عادش. الراجل بيقول لك فين الدستور وفين القانون، وناس اتهجر من بيوتها وناس اخفاء قسري وناس اتحط عليهم، شعب بالكامل 107 مليون عايشين الله اعلم بحياتهم باكلهم وشربهم بنومهم، ما فيش. وده الباشا قاعد في العاصمه الجديده، الجمهوريه الجديده، في الطائرات الرئاسيه، في القصور الرئاسيه، في المهلبيه، في البدنجانيه، حاجه تانية كده. خلونا نشوف. انت مش عاجبك حاجه خالص يا دكتور؟ لا عاجبني والله. مش عاجبك اي حاجه؟ عاجبني والله. لا عاجبك اي حاجه تتكلم عن الاقتصاد فتقعد تتريق تقول لي الطفره اللي عملوها، وبعدين تيجي تقول لي الاداريه والمهلبيه والملوخيه والمش عارف ايه. لا لا يعني في دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه، انت مش مؤمن ان في حاجه اسمها جمهوريه جديده؟ مؤمن. صح؟ اه وفي عاصمه جديده؟ في. ودي معموله للناس ولا معموله ما هو في جديد، طالما في جديد يبقى في قديم. احنا القديم يا فندم. ايوه. ففي جديد؟ ما احنا انا قلت من الاول ان احنا عندنا فئتين، يا تحت خالص يا فوق خالص، ففي ناس تحت خالص وفي، لكن في في عاصمه. في الفئه دي. في الفئه يا استاذ نادر اللي هي اللي فوق دي، دي 1%. بس انت مهما حصل مش هتعرف. الواحد في المية تعرف قد ايه؟ على 1.5 مليون تقريبا هم دول عايشين. لا مش انا والله، مش انا. لا يعني لا انت. والله ما انا. اهو تعال احكي لك، احكي لك. شوفوا حضراتكم النهارده. شوفوا الصور وشوفوا الناس اللي للاسف المعتقلين اللي بقى لهم 10 سنين. يعني انا اول مره اشوف نظام سياسي. طبعا المعارضه موجوده في كل حته في الدنيا زي ما قلت لكم. دول الاساس، اي وجود لاي نظام فيه معارضه. في كل دول الدنيا. انما دول هل اعتبرهم حتى صنفهم معارضه؟ رغم ان الناس فيهم لا عرضهم ولا عملهم. ليه تعتقل الاف مؤلفة تنوم في السجون لمجرد ان سعادتك مش عايز صوت يطلع تاني يقولك انت غلط، او ينقدك، او يقولك الطريق الصح هنا؟ دي تبقى دوله ولا سجن كبير؟ تبقى دي جمهوريه جديده ولا جمهوريه السجن المركزي؟ ادي سعادتك الاسماء، وادي النهارده مطالبات فوريه للنائب العام للافراج عن نشطاء وصحفيين، صحفيين سجناء راي، صحفي كتب راي ازاي تسجنه، راجل سياسي كتب راي ازاي تسجنه، راجل خبير اقتصادي كتب راي ازاي تسجنه. ازاي تتحول الى هذا الموضوع؟ مش كده بس، ده انت مش بتعتقله وتلف له قضايا، ده انت بتعمل له محاكمات سياسيه ويصل الامر الى مؤبد والى اعدام. احنا لسه من يومين زملائنا الاستاذ معتز مطر والاستاذ محمد ناصر والدكتور حمزه زوبع وزميلنا السيد توكل ومعهم اسماء، وطبعا الاستاذ عبد الله الشريف، مؤبد مؤبد مؤبد. دول حضراتكم النهارده الاسماء والصور اللي قدامكم دول، دول حضراتكم دول خلاص قعدوا بقى في المعتقلات اللي فات 4 سنين و5 سنين، يعني الحبس الاحتياطي 2 سنين قانونا. لا شوف معايا ورا معايا كده، كل واحد قاعد كام سنه النهارده في الحبس الاحتياطي بالمخالفه للقانون تماما. يعني مروه عرفه دي بقى لها بلس 4 سنوات زي ما انت شايف، 4 سنوات في الحبس الاحتياطي. دي مترجمه في مكتبه اسكندريه. الزميل الاستاذ حمدي الزعيم، زميل المصور الصحفي، طبعا حمدي تجاوز والاخر لا 3 سنوات. ايه ده حمدي كده 8 سنوات، حمدي خد 5 في 3 في 4، لا حمدي اكمل 4 سنوات. ايضا الاستاذ احمد التهامي 7 سنوات. السياسي محمد القصاص احد طبعا كوادر وقيادات مصر القويه، الراجل النهارده 7 سنوات حبس احتياطي. كريم ابراهيم 4 سنوات حبس احتياطي. حامد الصديق 5 سنوات حبس احتياطي. شوف بقى آلاف من المعتقلين بهذا الشكل اللي فات عليه 7 سنين و8 سنين وفات عليه هو مرمي في السجن. يعني ايه حبس احتياطي؟
يعني ساعتك لما يحول المحكمه ما تحولش محكمه ولا عليه قضيه، مرمي في السجن كده في الثلاجه، ده بشر؟ هل يعدون هؤلاء بشر؟ يعدون هؤلاء من بني الانسان؟ لهم حقوق وواجبات؟ شوف ساعتك النهارده ما نحن فيه، عشان الاستاذ نادر بيقول لي انت متحامل عليهم شويه. لا انت متحامل كتير. طيب قول لي الخبر اللي جاي ايه؟ اشوف انت قوله انت عشان ماليش دعوه. عشان اشوف انت متحامل ولا انا متحامل. انا ماليش دعوه. والله همي يبكي. همي يبكي بجد. والحرقه اللي فيها الدكتور احمد عطوان بتؤكد ان الوضع في مصر فعلا صعب. هو بيقول ان في ناس بقى لها اربع وخمس وست وسبع. لا ده انا عايز اقول ان في ناس بقى لها 11 سنه. 11 سنه ولسه ما اتحكمش عليهم. 11 سنه وانا اعرف ناس كتير موجودين 11 سنه من 2013 من شهر يوليو اسف بعد 3/7/2013 لسه ناس موجوده في السجن. احنا دلوقتي 2024 خلاص الشهر الجاي 2025. يعني احنا بنتكلم في تقريبا داخلين في 12 سنه. 12 سنه يعني عمر تاني. يعني اللي كانت مراته حامل ابنه دلوقتي بقى في الاعداديه. اللي سايب البنت او الابن عنده 5 سنين بقى دلوقتي عريس او عروسه 17 و18 سنه. عمر تاني والناس عايشه بعيد عن زوجاتها وعن ابنائها وعن ابائها وامهاتها وعن عائلتها واسرها. الناس بتموت جوه السجون. الناس بتموت بالاهمال الطبي، بتموت بالاهمال في الرعايه، بتموت ان مفيش اكل وشرب بشكل مناسب، الناس بتستغيث والموضوع صعب. وانتوا يا جماعه في الجمهوريه الجديده فمش معقول ابدا وانت عايش في الجمهوريه الجديده وحققت طفرات اقتصاديه زي ما قال الحمصاني وعندك كباري بسم الله ما شاء الله حولت شكل مصر وحولت المظهر الحضاري لمصر الى عاصمه الجمال والنور ولسه عندك ناس بقالهم 12 و13 سنه في السجون علشان قالوا ان هم مش عاوزينك او علشان اختلفوا معاك او علشان كان ليهم وجهه نظر معينه وانت دلوقتي ما زلت بتعاندهم وتكايدهم عشان هذه او تلك وجهه النظر. نيابه امن الدوله العليا قررت تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح والطبيب والاكاديمي شريف السقة اللي بتتم محاكمتهم دلوقتي على ذمة قضيتين مختلفتين. 15 يوم كمان بتهمة نشر أخبار كاذبة. والحقيقة هذه التهمة أنا مش فاهمها ومش مستوعبها. ويعني إيه نشر أخبار كاذبة؟ كتب بوست ولا قال تويتة ولا نقل خبر؟ نشر أخبار كاذبة يعني ألف موضوع. ألف موضوع. لكن الناس دي ولا ألفت ولا حاجة. الناس دي شيرت بوست على الفيسبوك او كتبت تغريدة على تويتر او جابت خبر وصغته بطريقة معينة فياخدوا بتهمة نشر اخبار كاذبة. عنده تهم كثيرة زيه زي غيره من المعتقلين خلف الاسوار في السجون والمعتقلات. الحقيقة اللي لفت نظري بقى معلش يا دكتور اللي لفت نظري اكتر هو ظهور الصحفي المصري احمد بيومي امام النيابه بعد اخفائه 45 يوم. تعرف احمد يعني اعتقلوه من حوالي شهر ونص ولم يظهر. ليه بقى؟ ليه؟ يعني انا مش يعني انا اللي استوقفني في الموضوع بالمناسبه ده مش جديد ده بيحصل عشرات ومئات المرات والاف كمان لكن هو اتقبض عليه وظهر بعد ما اختفى كام يوم؟ كام؟ 45 يوم 45 يوم شهر ونص اختفى ليه؟ لحد وعمل ايه يا احمد؟ صحفي لا يعني لحد ايه؟ كنت هتقولي لحد ايه؟ ما انا بقول لك اختفى عشان لحد ما لحد ما لفى له قضيه وتحت الاخفاء 45 يوم هو في دهاليز امن الدوله يقدر بالاكراه والاجبار يعترف على اي حاجه يعترف على اي حاجه عشان يتم انقاذه ويطلع بعد كده. طبعا ده المشكله يا استاذ نادر العميقه اللي احنا فيها دلوقتي للاسف الشديد إن الصحفيين دول معلش عفوا مش يعني مش عوام الناس، يعني الصحفي مشهور ومعروف وعنده نقابة الصحفيين، والصحفي على فكرة الأستاذ أحمد بيومي نقابة الصحفيين ولجنة الحريات عملوا بيانات، فين يا جماعة؟ فين أحمد بيومي؟ يعني الراجل إحنا بنتكلم على حد فيه مصر، يعني حد مشهور
مش مغمور يعني. فلما يكون بيحصل دول مع الشخصيات دي، امال بقى الناس العاديه ايه اخبارها ايه؟ هو الصحفي ما بيتقبضش عليه، يقول لك السلطه. وعلى رايك السلطه الرابعه، وعلى رايك ده صحفي اصل بيكتب، الصحفي ده بيكتب، هو الصحفي بيتقبض عليه، هو الحقوق يتقبض عليه. لو كتب حاجه حتى مش عاجباك تعمل ايه؟ بتتقدم ببلاغ للنائب العام ونقابة الصحفيين ويتم التحقق في الشكوى. انما لا نعتقله، اصل ممكن يكون كتب مقال مش عاجبني عشان عشان كتب عشان, مش عشان الصحفي اللي في المكتب اللي جنبه ما يكتبش تاني. ما هو ده نوع من الترويع، نوع من تكميم الافواه، نوع من القمع الاقلام وقصفها بهذا الشكل. النهارده حضراتكم ظهر زميلنا احمد بيوم بعد شهر ونص، ونفس القصه حضرتك، نفس القصه، نفس الاتهامات ونشر اخبار كذبه، لكن الشهاده دي الانضمام الى جماعه محظوره ونشر اخبار كاذبه. وطبعا انا عايز اقول بس بالنسبه لزملائنا الصحفيين، انا الزميل العزيز احمد سبيع والاستاذ بدر محمد بدر، وايضا اتكلمنا حضراتكم عن القدامه اللي معتقلين بقالهم سنوات مرميين حضراتكم. الاستاذ برضو زميل اللي كان مترجم مشهور في وكاله اسوست بريس، الصحفي كان ماسك الوكاله في مصر الاستاذ الخطيب. الزملاء كتير جدا يا جماعه، يعني انا اعتقد ان يعني حرام، كفايه يعني كفايه ناس 7-8 سنوات وصحفيين. يعني انا بستغرب جدا ان صحفي لما يباشر شغله ويكتب اخبار يسجن. ده في زميل صحفي اللي هو كان الزميل الاودن اللي كان عمل لقاء مع المستشار شام جنينه، راح اعتقل المستشار شام جنينه اعتقلوه معاه، معتز ودنان. معتز ودنان، احسنت، صحيح معتز ودنان، اللي هو الراجل ده صحفي عمل حوار مع شخصيه قبضوا عليه وقبضوا الشخصيه وقعد 5 سنين في السجن. محمد اكسجين، ومحمد اكسجين ده الراجل بيمشي في الشارع يعمل لقاءات مع الناس بس. زميلنا احمد سبيع ده راجل اعتقل وطلع اعتقل تاني بدون اي مبررات خالص. لا صحفي، ما هو صحفي ايه؟ ما لا يعني قصدي ايه؟ ما قدمش حاجه. لا لا صحفي، حمد الزعيم نفس القصه، بينقل الحقيقه عادي. يعني الزميل حمد الزعيم 8 سنوات. حمد انا فوجئت ذات يوم، ربنا رب بارك في بنته، كان اعتقل اول مره وكانت بنته في اولى ثانوي. فوجئت بنته ربنا يا رب يحفظها ويبارك فيها، نشر لها تهنئه مش بتخرجها من كليه الحقوق، لا بانها حصلت على ليسانس ماجستير عفوا في القانون. تخيل بنت كانت في اولى ثانوي ابوها معتقل الان حصل على ماجستير، هيطلع يعني دكتور باذن الله وبتدافع عنه الان. بتروح تدافع عنه زي ما انت قلت من شويه، اللي كان الاولاد اللي كان لسه اولاد رضع النهارده ما شاء الله بقى النهارده في ابتدائي واعدادي، ليه دي يحرموا ليه؟ ده مصور صحفي حمد الزعيم صور صوره مثلا ما عجبتكش حضرتك الصوره. فهنا نفس القصه، احنا بنتكلم على حضراتكم على صحفيين بيقبض عليهم بهذا الشكل. وطبعا دور كبير من نقابه الصحفيين الاستاذ خالد البلشي والزملاء في النقابه، ان بصراحه حرام، حرام ان واحد يتكلم في السياسه. دكتور حسن نفع وطبعا الله يرحمه استاذنا دكتور حازم حسني اساتذه السياسه، اساتذه علوم سياسيه يتكلموا في السياسه يعتقل، اساتذه اقتصاد دكتور عبد الخالق فاروق يتكلم في الاقتصاد يعتقل، صحفيين يمارسوا شغلهم يعتقلوا. طب ايه؟ ايه؟ يعني طب الناس تعمل ايه يعني حضرتك؟ يعني انت اصبحت الان في وسط نظام عنده من الهبل والخبل حتى يعني في التعامل مع المعارضين. وانا لسه بقول يا جماعه، كنت بقول بعد العهده الحاليه والانتخابات الحاليه ان قد يخرج من بين المؤسسات دي حد بيفهم، رجل رشيد عاقل. خلاص يا عم انت قاعد في الكرسي، ما انت قاعد في الكرسي خلاص. ايه بقى النهارده قطع رقبه، قطع رقبه، قطع السنه، ايه ارمي معتقلات، ايه اللي فيه؟ ايه المشكله؟ امبارح عامل لي ثلاث من يومين احكام بالمؤبد على زملاء صحفيين واعلاميين. ايه ده؟ ما علينا.